السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلوا على محمد يا أخوان. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. كم سجدة وردت في كتاب الله؟ 15 سجدة، وأنا أحصيتها بأي صورة وصفحة. أولا في سورة الأعراف صفحة 176، وثانيا في سورة الرعد صفحة 251، ثم في سورة النحل 272، وثم في سورة الإسراء 293، وثم في سورة مريم 309، وفي سورة الحج وردت مرتين في صفحة 334 وصفحة 341، وفي سورة الفرقان 365 رقم الصفحة، وفي سورة النحل في صفحة 379، وفي سورة السجدة 416، وفي سورة صاد 454، وفي سورة فصلت 480، وفي سورة النجم 528، وفي سورة الانشقاق 589، وفي سورة العلق وهذه 15 صفحة 598. هذه 15 سجدة في الصورة وفي الصفحة كما ذكرت لكم. طيب، سنة مؤكدة مثل ما ذكر مشيوخنا الأفاضل، هذه سنة مؤكدة، تكبر وتسجد على طول، ثم تدعي وتقول في ورد تكبر وتقول سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، أو إذا ما حفظت هذه تسجد السجود الدعاء في السجود وشو سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي. نسأل الله يوفقنا وإياكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.